فيقول: فلما استقر الأمر قلت: وعليهم أن يلتزموا بشرع الله ظاهرا وباطنا، ومن بين هذه الصلاة فإنهم يصلون بالنوبة يتناوبون. وهم بالأمس قال أحدهم بعد العصر ينادي أحمد يقول: يا أحمد شيء لله؟ فيقول: هذا شرك بالله. ويدعى غير الله في الحال الذي أمرنا الله عز وجل أن ندعوه وحده: اهدنا الصراط المستقيم. فهؤلاء عليهم أن يلتزموا بهذه الصلاة، وعليهم أن يلتزموا بشرع الله ظاهرا وباطنا. قال: ومن قوامهم أنهم يصيحون في الصلاة. فقال أحد مشايخهم: قال هذا يغلب عليهم مثل العطاس. قلت: العطاس من الله، أما هؤلاء فلقربهم من الشيطان لم يغلب على عقولهم، لكنهم يأتون بهذه الأشياء لقربهم من الشيطان وهي تبطل الصلاة. ومع ذلك فإنكم لا تلزمون من صاح في الصلاة وتكلم فيها، لا تلزمونه بإعادتها.